مرحبا عبد الرب، يبدو أن هنالك أسمعك عبد الرب تماما معي. أستاذ علي، أسمعك نعم. نعم، مرحبا بك أخي عبد الرب، وفي حلقة اليوم من صناعة السلام. وأبدأ معك التساؤل في ما يخص البيضاء وأهميتها وأهمية المسار الذي تقوده الشرعية في هذه اللحظة لتحرير هذه المحافظة. ما أهمية محافظة البيضاء بالنسبة لمعادلة الحرب والسلام في اليمن؟ أشكرك أخي إبراهيم على الاستضافة، وقبل البدء في الإجابة على سؤالك أحب أن أقول أن ما يقوم به اليوم الأبطال في البيضاء في الجبهات الثلاث الخازنية ودناعم والزاهر هو امتداد لما كان يقوم به أجدادهم من مقارعة الفكر الإمامي على مدى تاريخ الإمامية الكهنوتية المريضة، حتى في القريب التاريخ القريب العاجل في حصار السبعين يوما كان الآباء والأجداد هم الذين فكوا الحصار عن صنعاء والتفوا من الجهة الغربية من جهة الحديدة ومناخة، حتى كان اليأس قد دب في نفوس اليمنيين أن الإمامة عائدة، وبفضل الرجال البيضاء والرجال المخلصين من بقية محافظات الجمهورية تم السيطرة على صنعاء وطرد الإماميين حتى أتانا اليوم الكهنوتي الجديد المسمى بالحوثي. فأقام الأبناء بما كان يقوم به الأجداد، وتواصلا للمسيرة النضالية لأبناء البيضاء على مدى التاريخ الإسلامي في حماية السنة في اليمن وفي أن تكون رادعا لهذا الفكر الإمامي الرافضي الذي لا يناسب مجتمعنا اليمني ولا يمثل الدين الإسلامي بصلة. أخي العزيز، أهمية البيضاء لا يمكن أن نحصرها في حلقة أو حلقتين. البيضة نستطيع أن نقول بتحرير البيضة ستكون صنعاء قد قرب تحريرها. بتحرير البيضاء نستطيع أن نقول أن المدد قد أتى إلى مختلف الجبهات في أنحاء الجمهورية. تحرير البيضاء هو ليس فقط تحرير محافظة، بل هو تحرير وطن. رجال البيضاء ليسوا رجال محافظة فقط، بل هم رجال وطن، وهمهم هم وطن، واستراتيجيتهم تحرير اليمن بشكل عام من أقصاه إلى أقصاه. البيضاء يحدها 8 محافظات، 4 منها شمالية بما كان يسمى، و4 منها جنوبية. أيضا البيضاء مطلة على أهم الأماكن في تلك المحافظات المحادية. نستطيع أن نقول أن سقوط البيضاء يهدد يافع، نستطيع أن نقول أن سقوط البيضاء إذا سمح الله إن شاء الله أن هذا لم يحصل بالرجال المخلصين وبتوفيق من الله، أيضا يهدد أبيان، أيضا يهدد شبوة، أيضا يهدد مارب. فلذلك البيضاء في موقعها الجغرافي الذي اختارها لها الله سبحانه وتعالى هي موقع استراتيجي عسكري هام، ويعرف ذلك الإماميون تماما، يعرفون ماذا كانت تعني البيضاء عندما كانت تقارعهم وكيف كان يصعب عليهم السيطرة على ما وراء البيضاء. أيضا يعرفها اليوم الحوثي تماما، وهو الذي هدد وهو لا زال في صعده، واتصل في اكثر من شيخ من محافظه البيضاء بانه قادم وبان عليهم ان يكونوا طائعين له. ولذلك اجرام الحوثي اليوم بالبيضاء ومحافظه وابناء البيضاء هو لمعرفتها التامه بما تحملها الجمهوريه في نفوس ابناء البيضاء وما يحمله هم الوطن في نعم. داخلة اليمنيين. ما هي المعادلات السياسية والقبلية للبيضاء؟ أين تتواجد في قلب السياسة اليمنية خلال العقود الماضية؟ وأين تتواجد أيضا في الزاوية القبلية لليمن؟ أخي العزيز، كل نعم، الأخوات السياسيين وحكومتنا الشرعية يعرفون حجم هذه المحافظة وأهميتها واستراتيجيتها. كانت إلى الأمس القريب إلى ما قبل الوحدة وهي الملاذ وهي الأمان لكل من يأتينا من الأخوة المظلومين في جنوب الوطن، وكانت فيما وراء ذلك هي الملاذ والأمان أيضا لأي جنوبي كانت تقع عليه مظلومية في الشمال. البيضة هي شوكة الموازنة ما بين الشمال والجنوب، والبيضة أيضا هي تاريخيا يعرفها الجميع، يعرفها النقاد، يعرفها المؤرخين بأنها صاحبة الدور الريادي والمهم في مواجهة الإمامية التي أتت إلينا منذ وقت مبكر في الإسلام في عام 284 من الهجرة. ما يخص الحرب، ربما
ربما ذهبنا فيه قليلا وأيضا سنعاود عليه، لكن ما يخص السياسة وأين يتواجد أبناء هذه المحافظة ككتلة سياسية، وهل يتشكلون في جدار الدولة من خلال الأحزاب السياسية ومن خلال الفعل السياسي اليمني الناضج خلال الفترات الماضية؟ ونتذكر بالطبع نتذكر عدد من قادة البلد فيما يخص السياسة، عبد الرحمن البيضاني وغيرهم ممن شارك في صنع الحدث خلال العقود الماضية. جميل أخي العزيز، كنت سأتيك بذلك، لكن يجب أن نعرف أن البيضاء وعلى مدى تاريخها هي متمسكة في مبادئ لا يمكن أن تعيد عنها، وإلى اليوم وإلى اللحظة هي متمسكة بمبادئ لا يمكن أن تعيد عنها، وأغلب مواطنينها هم في هذا المبدأ يمشون عليه. البيضاء جمهورية، البيضاء وحدوية، البيضاء ستبقى سنية شاء من شاء وأبى من أبى. البيضاء لن يقد يستطيع الحوثي أن يغير في هيكلها الثقافي، في هيكلها الديني، مستحيل أن يقبل بيضاني هذا الفكر المريض. البيضاء أيضا لا يمكن أن تتنازل عن شيء اسمه دولة وعن الجمهورية، لا يمكن أن تتنازل أو أن تأتي يوم من الأيام لتكون إلى جانب دعاة الانفصال. البيضاء ستبقى دائما وأبدا جمهورية وحدوية، وستبقى هي البوابة العتيدة التي تنكسر عليها كل مطامع إماميها المريضة. عن الميليشيات الحوثية وكيف تتخادم مع الميليشيات الإرهابية أيضا كالقاعدة وغيرها، وكيف تصدى أبناء البيضاء لهذا الخطر أيضا؟ لا شك أن الهدف هو مشترك بين الجماعات الإرهابية بما فيها الجماعة الحوثية. عدم إقامة وجود أو عدم إقامة دولة قوية هو هدف مشترك لهما. وجود البلد في استمرارية للحرب هو هدف أيضا مشترك لهم. إبقاء القلاقل وإبقاء التوترات الأمنية هو هدف مشترك أيضا لهما. فكل الجماعات الإرهابية وإن اختلفت عقائدها وإن اختلفت أهدافها، لكنها في الأخير لا تريد أن تكون هناك دولة ولا تريد أن تكون هناك حكومة على الأرض. نعم. فجميعهم هؤلاء مشتركين في هذه الأمور التي لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطن. ولاحظنا إطلاق الحوثيين للكثير من يعني العناصر التابعة للجماعات الإرهابية الأخرى. لا، أيضا بالدليل الثابت، هناك من كان يقول بأنه قد ترك تلك الجماعات الإرهابية وأتى ليقاتل معنا، وما أن يأتي الحوثي حتى نراه باليوم الآخر يقاتل مع الحوثي. أيضا هناك بالدليل الثابت ما كان يحدث في رداع من الفرقة التي كانت هناك في رداع تابعة لتنظيم الدولة، فكان الحوثي عندما يحدث تبادل إطلاق النار بينه وبين المقاومة أو الحكومية هناك، كان يأتي هذا الطرف الإجرامي ليساعد الحوثي، وكان يضع الأبطال في قيفة بين كماشتين، كماشة الحوثي وكماشة تنظيم داعش. إذن هذه بعض التفاصيل المهمة، أهمية هذه المعركة، سهولتها وصعوبتها أيضا، وآثارها التي يمكن أن تعود على المنطقة المحافظة، محافظة البيضاء ومحيطها الثمان محافظات. دعني أضيف على ما ذكره الأخ عامر، وهو بخلاصة، إذا كان بقي لدى حكومتنا الشرعية أو لدى الأخوة في التحالف العربي ولو 1% من الأمل بأن يكون هناك سلام مع هذه الجماعة الإرهابية، فصدقني أننا لن ننتصر حقيقة. قد نعت السلام مع الشيطان الرجيم إلا مع هذه الجماعة التي لا تؤمن بلغة السلام، والتي لا تحقق أي من جزئيات أي اتفاق يصير معها، بل هي منقلبة على كل الاتفاقيات وعلى المبادرات وعلى جميع ما تم الاتفاق عليه خلال أكثر من 15 عاما. لذلك عودا على تساؤلي في سهولة وصعوبة المعركة وأهميتها لمحيطها. أخي إبراهيم، قلت سأضيف على ما قالها الأخ عامر، أما جواب على أسئلتك أخي العزيز، السهولة التي في البيضاء هي أن الحاضنة الشعبية جميعها حاضنة جمهورية، جميعها حاضنة شرعية، جميع أبناء البيضاء في غالبها بغالبها نعم
نعم. لا يؤمنون بهذا الفكر المريض، لا يؤمنون بهذه الجماعات الإرهابية. لذلك الحاضنة الشعبية تكون هي من أكبر ومن أهم عوامل النجاح لأي عملية عسكرية. ولذلك في البيضاء ستكون بإذن الله إن كان هناك اهتمام أكثر مما مضى، سيكون هناك التحرر قريبا بإذن الله، وتأثيرها على محيطها سيكون تأثير إيجابي كبيرا. أنا أجزم لك أخي العزيز، إذا تحررت البيضاء فإن دمار قد تحررت، وإذا تحررت دمار فإن صنعاء قد عادت إلى 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 جمهوريتها وإلى دولتها. إذا بهذا الأمل أختم معك هذا المحور الأول من حلقة اليوم عن البيضاء واستعادة المسار الأبيض لصالح السلام. أشكرك جزيل الشكر عبد ربه أحمد عثمان المحلل السياسي، كنت معي رفقة عامر الحميقاني في هذا المحور.